تد العملاق إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة. دعوة إلى تغيير العقلية البنكية بما ينسجم وتوجهات المغرب الاقتصادية وضرورة انخراطها الإيجابي في دينامية التنمية، لا سيما في شق دعمها للشباب في مشاريعه الاستثمارية وفي مواكبة الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل. رسائل حملها خطاب الملك محمد السادس في افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة. اليوم البنك قطع البنك خصو إصلاح كبير عبر المنظومة القانونية ديالو. الشباب خصنا نساعدهم باش يستثمروا ويديروا مقاولات خاصة، ولكن بين هاد العلاقة ما بين هاد جوج الأطراف خصها تكون علاقة ثقة، وخصنا نديروا آلية، وحنا في حاجة لها آلية تواكب الشباب في هاد المشاريع. توجيهات ذات أبعاد اقتصادية وأخرى سياسية ترتبط بأداء المؤسسة التشريعية وضرورة تفعيل صلاحياتها الدستورية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي لتنزيل الإصلاحات وتنفيذ المشاريع بعيدا عن المزايدات والصراعات السياسية. لأنه الأهم هو الانخراط في مسيرة التنمية، هو يعني التنافس بالبرامج وليس يعني بالخلافات يعني الحادة بما في يعني بطبيعة الحال بعض يعني تصل إلى درجة القطعة. دخول برلماني برهانات كبرى في مقدمتها، وحسب متتبعين مدى القدرة على الاستثمار الناجع للزمن التشريعي والتفاعل مع مضامين الخطب الملكية وإعداد قانون مالي سنوي ينسجم وحتمية التغيير. تعيين حكومة جديدة وخطاب افتتاح السنة التشريعية بأبعاد سياسية واقتصادية في انتظار تعيين أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد هي مؤشرات الدخول السياسي بالمغرب الذي قد يكون وبحسب مراقبين أولى الخطوات نحو التغيير في حال التقاط المسؤولين للإشارات. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.